جهاز توفير الوقود الذي يخفض نسبة البنزين لجميع أنواع السيارات بنسبة تصل إلى 50% ولا تقل عن 30%، ويخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى صفر تقريبا. كما ترون في سيارة كيا يتم توصيل جهاز توفير البنزين في مقدمة السيارة خلف شبكة وعند صدام، يخرج لي يدخل من تحت الشاسيه، يتم توصيله بعبوة ماء، يكون مستوى هذه العبوة أعلى من مستوى الجهاز، ويوضع لتر ماء في العبوة كل 1000 كيلو تمشي السيارة، ويخرج سلك من الجهاز، يتم توصيل السلك بالقطب الموجب لبطارية السيارة، السلك السميك، أما السلك الرفيع الأسود يتم توصيله بفيوزات السيارة، يتم تحديد الفيوز المناسب من علبة الفيوزات عن طريق مفك تيست، يتم توصيل طرف المفك بجسم السيارة والمفك نفسه يوضع في مكان الفيوز، ويتم تكرار عملية اختبار الفيوز المناسب حتى نتأكد أنه عند تشغيل السيارة يضاء المفك، وعند إطفاء السيارة يطفئ المفك. في هذه الحالة يتم التأكد بأن هذا الفيوز هو الفيوز المناسب لتوصيل سلك الجهاز الآخر. إذا عندنا سلكين، سلك سميك أزرق يركب في القطب الموجب لبطارية السيارة، وسلك أسود رفيع يركب في فيوزات السيارة. الآن ننتقل من تركيب الأسلاك إلى عبوة الماء، حيث أن عبوة الماء يتم تركيبها في مستوى أعلى من مستوى الجهاز، ويتم توصيل اللي الخارج من الجهاز بالعبوة من الأسفل كما ترون، واللي الأعلى أو التي يتم تركيبه في العبوة من الأعلى يتم توصيله بعمة السيارة من خلال حرف T، حرف T كما ترون الذي لونه أبيض، وهذا الحرف T يكون متوفر مع الجهاز عند التركيب.